اهلا بيكم في قناه 5 minute practice ومعاكم خالد محي الدين وفيديو جديد من سلسله معلومه على الماشي. تخيل كان انت داخل كافيه وعايز تشرب جوافه، فبتبص في المنيو لقيت عندك جوافا ميلك شيك، جوافا جوس، جوافا سموذي، تختار ايه وايه الفرق بينهم اصلا؟ بعدين عايز عصير جوافه، هي كيميا ايه كل الحاجات الغريبه دي؟ فليه اللي مش عارف الفرق بينهم، النهارده هنتكلم عن الفرق بين جوس سموذي والميلك شيك. يلا بينا. بص يا سيدي، شايف الاثنين دول؟ دي المكنه اللي بتعمل العصير وده الخلاط العادي جدا. طب ايه الفرق بينهم بقى؟ بيقول لك المكنه اللي بتعمل العصير ده لو انت جبت الجوافه وحطيتها جوه المكنه دي، المكنه دي هتطلع البذر بره وهتطلع الالياف اللي فيه بره. الالياف دي اللي هي الشعر اللي ممكن تحس بيه، هتلاقيه باين قوي في المانجا مثلا، لما بتيجي تاكل المانجا او تشربها بتلاقي فيها شعر كده، دي الالياف. فبيقول لك المكنه دي بتطلع البذر والقشر والالياف وكل حاجه وبتشيلها على جنب وتنزل لك العصاره بتاعتها، يعني كانك جبت الجوافايه كده ورحت عصيرها كده بايدك فنزلت ميه، هي دي العصير، هو ده الجوس. طيب السموذي بقى بيكون عباره عن ايه؟ هو لما تيجي تحط الحاجه تضربها في الخلاط زي ما هي كده، يعني قطعت الجوافايه ورحت حطيتها في الخلاط وابتدينا ايه نعصرها، هتيجي تشرب تلاقيها تقيله كده وفيها الالياف بتاعتها وفيها كل الخير بتاعها كده، فدي ايه؟ ده سموذي. لو جبت برتقانه وعصرتها في العصاره هتنزل العصير الجوس. طب لو جبت نفس البرتقانه بس ورحت مقطعها كده وحطيتها في الخلاط وضربتها يبقى انت كده بتعمل سموذي. طيب حد يجي يقول لي طب انا دلوقتي لما بروح اي كافيه فعلا ما بلاقيهوش كده، ده انا بلاقي عليه بقى تلج وبلاقي عليه قطع فراوله او قطع اي فاكهه متجمده، ده شيء طبيعي انت داخل كافيه لازم يكلفهولك، لكن اصل السموذي ايه او اصل الجوس ايه؟ هو الحاجه ديت. اما الميلك شيك هو الحاجات اللبن بكل بساطة، يعني جوافة باللبن، موز باللبن وهكذا. يبقى وانت بقى بتبص في المينيو وتشوف الجوس والسموذي والميلك شيك، اختار الحاجة اللي على مزاجك وانت عارف كل واحدة بالظبط اصلها ومكوناتها ايه او معمولة ازاي. بس كده كان فيديو سريع عن الفروق بينهم كده، وفي ناس فعلا بتشرب الحاجات دي وبتطلبها وهي مش عارفة الفرق بينها ايه، فحبيت ان انا اوضحه للي مش عارف يعني. وبس زي ما انتم شايفين بقى عندنا لوجو جديد وانترو جديدة وباك جراوند جديدة، فمش بقول بعد كل ده ما تنزلش وتعمل لايك، يلا انزل واعمل لايك دلوقتي حالا بس كده، يلا متنساش تعمل لايك لو انا لسه قايله، سبسكرايب وشير عشان اكبر عدد من الناس. سلام.